النهارده عندنا موضوعين، واحد دمه تقيل والتاني عادي. نبدا الاول باللي دمه تقيل. بس قبل ما نقول اللي دمه تقيل، خلوني افكر لحضراتكم. اول ما تخش في ابني لازم تقول لنفسك مين ده؟ ده نفسك. وسواء حضرتك حضرت ما حضرتش، فمحمد النبتون دوت عباره عن مناطق لازم تكون عارفها. ده بروكسيمال كونفوليوشن، دي ديستال، ده ريبو فيندي، ده ديسندنج، ده الاسندنج، دي اسمها كونجكتنج بلاد. كلمه السر في الكدني انك تفهم البلاد سبلاي في الكدني، حيث كان البلاد سبلاي اللي جاي للنبتون يا دكتوره نوره بيجي بارتريول اسمه افسن، يعمل مجموعه من الكابيلرز الاول اسمها جلوميريال كابيلرز. اسمهم ايه؟ ركز، عشان حتى لو ما كنتش حضرت لازم تحاول تفهم على قد ما تقدر اللي انا هقوله بعد شويه. المفاجاه في الكدني كانت في ايه يا عبد الرازق؟ ان انا بعد ما بخش الجلوميريال كابيلرز ما بروحش على دي، انا برجع على الارتريول تاني. اسمه ايه الارتريول التاني؟ كان اسمه الايفلن بارتي. ثم ابدا اعمل مجموعه من الكابيلرز اسمها ايه بقى المجموعه الثانيه؟ بيري تيوبيولر كابيلرز. وهم دول بقى بعد كده اللي بيجمعوا على فين. والناس الشطار اللي ذاكروا فهموا بقى خلاص ان الفرق العظيم ما بين الاثنين كابيلرز ان دي هاي بريشر وان دي لو بريشر. ولان اللي فوق هاي بريشر فبتبدا الحاجات تقع من هنا. كانت دي العمليه الاولانيه، اسمها ايه العمليه الاولانيه ديت يا مريم؟ اسمها فلتريشن. اسمها ايه؟ ثم خد بالك ان مش كل البلازما واحد. في الفلتريشن يا عبد الله احنا بنوقع جزء من البلازما اللي هي الامينو اسيدز، بالصوديوم، بالبوتاسيوم، بالكلورايد، بالجلوكوز، ولكن الخلايا ما وقعتش. البلازما بروتينز ما وقعوش. اذا في جزء تاني من البلازما ماشي كده اللي هو ما حصلوش فلتريشن. وتاني افكرك ان انا لما عملت الفلتريشن وقعت الحاجات من غير ما اختار، يعني الصغير يقع غصب عنه، خصوصا مع لو الشحنه بتاعته تسمح. ناس فاكره الكلام ده. اذا حضرتك مين اللي واقع هنا؟ حاجات انت مش عايزها وحاجات انت عايزها. طب يا رانيا هو اخر الانبوبه دي ايه ان شاء الله؟ اخرها الشارع. وعشان كده اتفقنا مع بعض ان يا انجي بعد ما يحصل الفلتريشن لازم نرجع تاني نعمل العمليه اللي اسمها ري ابسوربشن. عشان كده كل شغل الكدني تقريبا هو ايه؟ ان يحصل الاول فلتريشن ثم يرجع يحصل بعد كده ري ابسوربشن ونسيب اللي احنا مش عايزينه ينزل في الشارع في البول يعني. تمام؟ دي الفكره الاساسيه بتاعتنا في الكدني. سواء كنت فاهم، سواء كنت حاضر او مش حاضر. حد عنده مشاكل في الكلام ده؟ محمد فاهم الكلام ده؟ عبد الله معايا؟ ماشي يا زينب؟ فاكره ليا؟ لا ربنا يستر. طيب نبدا بالجزء الرخم بقى. الجزء الرخم يا ولاد بيتكلم على حاجه اسمها بلازما كليرانس. فالناس اللي عندها ضمير تقول لي على فكره دكتور البلازما كليرنس دي عدت علينا قبل كده صح؟ عدت علينا امتى يا امير؟ يعجبك الطالب مثلا يقول لك ايه؟ انا كان نفسي ارجع سي اس بس ما لحقتش، بس الحمد لله رجعت اليوجن. كويس، البلازما كليرنس عدت علينا فين؟ لا مش فاكر. ايوه جي فور، كنا بنستخدمها في قياس حاجه اسمها جي فور. ايوه صح، كان في نيورين نحن نستنى شويه وبعدين نبدا نستخدم معادله. بس قبل المعادله ركز قوي عشان يا هتفهم تحس ان الكلام سهل جدا وكلها مسائل. النهارده يوم مسائل اصلا، يوم رياضيات. تمام؟ فتلاقي الكلام ده سهل جدا يا اما هتطلع متشمر كده. فكانت الفكره قايمه على ايه يا عبد الله؟ ان لو دي البلازما اللي فيها الانيولين فاحنا هناخد الانيولين من شويه من البلازما اللي حصل لهم فلتريشن ننزله في البول. يعني الخطوط دي انيولين، فانا خدت شويه من الانيولين ده من البلازما، او خدت الانيولين اللي كان في البلازما دي نزلته هنا. صح؟ حد فاكر الكلام ده؟ وقمنا قايلين بما ان كميه الانيولين في البول هي نفسها كمية الانيولين اللي اتنضفت من البلازما اللي وقعت اللي هي بتاعت الجي اف ار، اذا السي في البي
تساوي ال في اليو. ايه سي في البي يساوي ايه ده؟ قال لك السي ده اللي هو حجم البلازما اللي وقع اللي اتنضف. البلازما كونسنتريشن اوف انيولين. الفي ده الفوليوم اوف يورين. واليو ده الكونسنتريشن اوف انيولين ان يورين. حد فاكر الكلام ده؟ فاكرين؟ يعني محمد هو الموضوع كان دمه تقيل بس هفكرك فيه تاني في لحظه اهو. الفكره كلها قايمه على ايه؟ قايمه على الضلع على ان كميه الانيولين اللي نازله في البول هي اصلا كميه الانيولين اللي كانت في البلازما اللي وقعت. فكنا بنحسب يا عمال حاجه اسمها الجي اف ار. ايه هو الجي اف ار؟ كميه البلازما اللي بتنزل. تنزل فين؟ جوه النفط قبل ما ارجع امتص النفط. ماشي. بس حد خد باله تاني ان في بلازما ما وقعتش؟ في بلازما ماشيه؟ لو انا عرفت اخد انزل جوه البول الماده من البلازما اللي وقعت والبلازما اللي ما وقعتش يبقى انا كده بحسب الجي اف ار. احنا في الانيولين كان الانيولين مع البلازما اللي بتقع بس صح؟ فلما كنا بنستخدم كميه الانيولين ديت كنا بنبقى عارفين انها في البلازما اللي وقعت وبنحسب الجي اف ار. المعلومه دلوقتي ان في بلازما وقعت بلازما تانية ما وقعتش. ففي ماده مثلا اسمها بارا امينو هيبيوريك اسيد. الماده دي اخبارها ايه؟ بيقع شويه وما يقعش شويه. بس حتى لما الماده ما بتقعش في الاول بنرجع نرميها. حد فاكر العمليه دي كان اسمها ايه؟ سكريشن. كان اسمها ايه؟ يبقى دلوقتي البارا امينو هيبيوريك اسيد اللي هو في البول. البارا امينو هيبيوريك اسيد اللي هو في البول. هل هو بتاع البلازما اللي وقعت بس؟ ولا بتاع البلازما اللي ما وقعتش بس؟ ولا بتاع البلازما كلها؟ كلها. اذا حضرتك تقدر تستخدم البلازما كليرنس مش بس في حساب الجي اف ار، انت تقدر تستخدمه كمان في حساب البلازما اللي وصلت الكدني اللي اسمها بلازما فلو او رينال بلازما فلو. اسمها ايه؟ ازاي تستخدم ماده يكون شويه منها بيقعوا وشويه ما بيقعوش بس كله هيتسمي في الاخر. حد فاهم حاجه؟ يبقى اللعب على مين؟ اللعب على الماده. يعني ايه يا عمار اللعب على الماده؟ يعني لو انت مستخدم ماده الانيولين اللي هي فريلي فلترد يبقى ديت موجوده في انهي بلازما؟ اللي بتقع بس. يبقى انت كده بتحسب مين؟ جي اف ار. طب البارا امينو هيبيوريك اسيد بيقع شويه وما بيقعش شويه تانيين. طب وفي الاخر كله بينزل في البول، يبقى انت كده بتحسب مين؟ بحسب الرينال بلازما فلو كله. بحسب ايه؟ الرينال بلازما فلو كله. تاني بقى واحده واحده. ايه هو البلازما كليرنس؟ البلازما كليرنس هو فوليوم اوف بلازما كليرد سم سبستنس. كميه من البلازما لو ضفناها من الماده. انا ما اعرفش الكميه دي قد ايه، لان ده يختلف على حسب الماده. ممكن يكون البلازما كليرد هما الشويه اللي وقعوا بس ده جي اف ار. ممكن تكون البلازما كليرد هي كل البلازما اللي وصلت الكدني يبقى ده الرينال البلازما فلو. فاهم شويه اللي انا بقوله؟ انت حضرتي اصلا قصه البلازما كليرنس دي؟ لا. طيب معلش الناس اللي ما حضرتش قبل كده البلازما كليرنس تحاول تلصق لان اللي حضروا نفسهم مش فاهمين يعني السيرتيفيكيشن دي بس مش فاهم محدش فاهم حاجه ولا انا بس المهم خلونا نكمل. يبقى تاني في بلازما جزء وجزء. فلو انا نضفت الشويه دول بس بلازما كليرنس للشويه دول بس يبقى انا كده بحسب جي اف ار. نضفت البلازما كلها من الماده يبقى انا كده بحسب الرينال بلازما فلو. اذا حضرتك يا سيد عبد الله لو انا دلوقتي دخلت الامتحان لقيتهم بيقولوا لي احنا جايبين عينه بول وعينه البول ديت فيها حجمها 2 مللي في ال خلينا نقول في 60 دقيقة. لا 2 مللي في 60 دقيقة، خلينا نقول 60 مللي في 60 دقيقة عشان نفتكر كده مع بعض. واليورين كونسنتريشن اوف انيولين 1/10 والبلازما كونسنتريشن اوف انيولين 1/100. هو كده
هيطلب مني احسب الجي اف اي ولا لينا بلازما فلو؟ جي اف اي. عرفت منين؟ من قبل ما تكمل السؤال انه هيسالك على الجي اف اي، لان الانيولين مش موجود غير في البلازما اللي بتقع اللي هي الجي اف اي. يبقى ما ينفعش يقول لك احسب لينا بلازما فلو. حد فاهم؟ طب احسبها ازاي؟ لا هحسبها ازاي، ما هي سهله، ما انت اكيد فاهمه ان انا هقوم جايب كده صح؟ الرياضيات سنه اولى دي والاعدادي تمام؟ ان انا هقوم مودي البلازما كونسنتريشن دوت تحت اضرب ده بتاع البلازما كونسنتريشن يطلع لي الجي اف اي. ودي المساله اللي احنا حليناها مع بعض اصلا ساعه الجي اف اي. النهارده عايز احل المساله الثانيه. هو مش هيديني اليورين من يورين، هيقول لي اليورين بارا امينو هيبيوريك اسيد والبلازما بارا امينو هيبيوريك اسيد. كده ينفع يسالك على الجي اف اي؟ لا ركز على الجي اف اي. هو بيقول لك تنقص ازاي؟ تنقص ازاي؟ انت قصدك انت عايزه تقولي انا هحسب لينا بلازما فلو واحسب الجي اف اي واطلع ده من ده. حلو، بس انت اصلا هتجيب الجي اف اي منين؟ لو هو مش مديك الانيولين مش هتعرف تجيبيه خلاص. طب البار من وين؟ البار امينو هيبيوريك اسيد بطبعه بيتوزع كده. فاللي نزل لك ده كان في الاثنين. تقدري تقولي لي مين اللي نزل ومين ما نزلش؟ لا، تقدري تقولي لي الاثنين كانوا ايه؟ حد فاهم؟ معلش انا عارف ان هي دمها تقيل، خصوصا لو انت ما سمعتش قبل كده الموضوع فبيبقى دمها تقيل قوي. بس هنمشيها مع بعض واحده واحده. وانا بعيدها بعد كده تاني في الفيديو ان شاء الله بالراحه. اذا قامت الدكتوره زينب قالت لي خلاص يا دكتور سهل الحكايه. انت عايز تقول ان احنا هنحسب الرينال بلازما فلو بالمعادله اللي بتقول في فيو على بي، بس لمين؟ بس لمين؟ بارا امينو هيبيوريك اسيد. عوض الدكتور الارقام بتاعتك فقال لك الفي. طبعا الناس الاذكياء خلاص عارفين انا بشتغل في الدقيقه، يبقى الرقم ده لا يستخدم. انا هقسم 60 مللي على 60 فيبقى الرقم ده 1 في اليورين كونسنتريشن اوف بارا امينو هيبيوريك اسيد اللي هو 1/10 تمام، على 1/100 يطلع الرقم كام؟ ده 10% سوري 10 يطلع 10 طبعا ده رقم مش منطقي تمام، بس يعني وفقا للمساله اللي انا عاملها هتطلع كده معايا. قبل ما اكمل لاني لسه هكمل، حد فاهم؟ مين ما فهمش؟ طب مش عارف استعمل نفس الفورمولا الاثنين؟ اها طيب يبقى ايه الاختلاف كده؟ الاختلاف ان انت عارفه مفيش حاجه يا الاختلاف انك عارفه الماده دي بتبقى فين؟ يعني انت عارفه طبيعه الانيولين انه ما بيبقاش هنا. الانيولين فين؟ هنا بس. يبقى انت لما تحسبي الانيولين اللي هنا انت بتحسبي انه بلازما اللي اتوضاه اللي فاتت ده جي اف اي. هو ايه فايدة ان انا اعرف كمية البلازما اللي انا شلت منها السبستنس؟ لا ما اعرف يعني ايه فايدة اللي احنا نظفنا منها السبستنس. فانت بتحسبي كده البلازما اللي هتخش الكدمة. يعني لو انت بتشتغلي بالانيولين تعرفي الفلتريشن جوه انابيب الكلية كويس ولا لا؟ تمام؟ طيب ولو بتستخدمي البار امينو هيبيريك اسيد تعرفي البلازما اللي بتوصل الكدمة اصلا كويسة ولا لا؟ تمام؟ ايه النقطة؟ ايه المشكلة؟ يعني شوف عادي مش فاهمه لو قلت ايه ها لينا البتر بتساوي البترين زائد اكسكريتد. لو انت بتتكلمي عن البلازما لينا البلازما فلو هو البلازما كليرد سواء فلترد او من الماده اللي سكريتد. ما انا بتكلم عن البلازما تمام، يعني ما جيش اقول لك ايه وقع هنا 100 ملي جرام بار امينو هيبيوريك اسيد وكان فيه 200 ملي جرام بار امينو هيبيوريك اسيد، فيبقى الرينال بلازما فلو كام؟ 300 ملي جرام. تبقي هبله انت كده بتجمعي كميه الماده. الماده 300 ملي جرام، انا مالي امال الماده؟ انا بحسب من هنا بشوف اللي هنا قد ايه واقسمه على تركيز البار امينو هيبيوريك اسيد في البلازما اعرف البار امينو هيبيوريك اسيد اللي دخل كان قد ايه تمام، او كان كميه البلازما نفسها قد ايه تمام. يبقى مش بعرف الكميه بتاعت البار امينو هيبيوريك اسيد كنفسها، دي ما بتفرقش معايا حاجه. انا اللي يهمني اللي انا عايز اعرفه هو حجم البلازما اللي كانت فيه معايا.
هو ايه الديترمنت اللي يعني ان حاجه يحصل لها فلتريشن او يحصل لها فلتريشن وسكريشن؟ طيب الديترمنت كذا حاجه، اهم معيار في القصه هو السايز، تمام؟ لو انت صغير والشحنه بتاعتك تسمح، وده اللي انت عارفاه، هيحصل لك فلتريشن. طب ازاي البالا امين هيدروليك اسيد؟ في شويه منه فلتر وشويه نوت فلتر، لان في جزء منه بيبقى باوند تو بلازما بروتينز، وطالما انه باوند تو بلازما بروتينز بشكل تمام، ففي شويه فري وقع وشويه مش فري ما وقعوش، بس حتى اللي ما وقعوش الكيدني لمتهم بعد كده، تمام؟ ها تاني كمان مره لها خالص. اصل الموضوع ايه؟ هنبقى نجيبه تاني واحنا بنراجع لما نيجي نشرح الميجرمنت بتاع الجي اف ار. ولكن اصل الموضوع ان قياس حجم البلازما اللي اتنضف بمادة يتبع مبدا اسمه بلازما كليرنس. البلازما كليرنس ديت معناها ايه؟ معناها ان كمية المادة اللي هنا هي نفس كمية المادة اللي كانت في البلازما اللي اتنضفت، تمام؟ طب كمية اي مادة في ازازة بتساوي ايه يا محمد؟ بتساوي حجم المية في تركيز المادة، حجم المية في تركيز المادة، تمام؟ يبقى كمية البلازما، كمية الانيولين اللي كانت في البلازما دي هيها كمية الانيولين اللي في البول ده، بس الكمية بتساوي ايه؟ بتساوي تركيز في حجم، بتساوي ايه؟ تركيز في حجم. فلو انت عندك انيولين نزل في البول، انيولين، فالانيولين اللي نزل في البول ده كميته تساوي كمية الانيولين اللي كانت في البلازما اللي وقعت جوه الانابيب، تمام؟ طب كمية الانيولين اللي في البلازما اللي وقعت جوه الانابيب تساوي ايه؟ تساوي حجم البلازما اللي وقع في تركيز الانيولين في البلازما، حجم البلازما اللي وقع في تركيز الانيولين في البلازما، وكمية الانيولين تساوي حجم البول في تركيز الانيولين في البول. وبكده يبقى انا هودي تركيز الانيولين في البلازما تحت احسب حجم البلازما اللي وقع. طب لو انا بتكلم عن البالا امينو هيدروليك اسيد يا بشار، يبقى انا مش بحسب حجم البلازما اللي وقع بس، انا بحسب كل حجم البلازما اللي وصل سواء وقع او ما وقعش، اللي هو اسمه ايه؟ رينا بلازما فلو. اسمه ايه؟ رينا بلازما. ها يعني شويه اما تتكرر تاني هتبقى احسن ان شاء الله يعني. نعم تركيز البلازما هقيسه فعلا؟ اه طبعا اه ما انت حقنا، احنا اتفقنا ان احنا بنبقى حقنين العيان من اول المادة ونقيس اللي هي 0.01 تمام؟ وده في البول؟ الحته دي ممكن تديني نظر ولا مسائل بس؟ لا غالبا مسائل بس. طب الموشن؟ اصبر بس. استنى. استنى بس. اصل احنا اكتشفنا ان اللي احنا حسبناه ده مش رينال بلازما فلو. امال ده ايه؟ قال لك ده اسمه افكتيف رينال بلازما فلو. يعني ايه افكتيف؟ قال لك يعني ده الجزء الفعال من البلازما، ده الجزء اللي بيوصل النفرون فعلا. هو في بلازما تانية مش توصل نفرون؟ اه في بلازما تانية هتبقى بره عند الكبسول والكلام ده، تمام؟ فدول ولا هيخشوا هنا ولا هيخشوا هنا، امال دول يروحوا فين يا نورا؟ دول بيتمشوا بره. هتفهم حاجه؟ يبقى تاني لما انت عمال تحسب بالبالا امينو هيدروليك اسيد البلازما اللي وقعت واللي ما وقعتش، فانت بتحسب رينا بلازما فلو؟ تقول لي لا، انا بحسب حاجه اسمها افكتيف رينا بلازما فلو. بحسب ايه؟ طب معلش هو الطبيعي ان الافكتيف رينا بلازما فلو بالنسبة للرينا البلازما فلو بتبقى كام؟ قالك بتبقى 9/10. بتبقى كام؟ طب ما هي سهلة. لو أنا معايا ده وعايز أجيب ده، أقوم عامل إيه؟ حد فاهم حاجة؟ يبقى رينا البلازما فلو يساوي الافكتيف رينال بلازما فلو في 9/10، ودي اسمها الاكستراكشن ريشيو. اسمها ايه؟ معايا ليه؟
بتالي دي سهلة. ده كلام أولى إعدادي على فكرة. هو كان الباقي كله عبط، الباقي كله أولى إعدادي. الفكرة كلها إنك تفهم بس حكاية البلازما كليرانس، ليه هنا شيء فؤاد وليه هنا دينا بلازما فلو. طب إفكتيف من البلازما هو ده اللي ممكن يديني الإفكتيف، يديني البلازما ماين هيبيريك أسيد، يبقى بيقول أحسب شيء فؤاد صح؟ لا صح غلط. أمال بيبقى بيحسب إيه؟ لينا بلازما فلو. لينا بلازما فلو؟ لا افكتيف لينا بلازما فلو. وبعد ما يقول لي الافكتيف لينا بلازما فلو ممكن يديني حاجه اسمها اكستراكشن ريشيو ويقول لي ايه؟ احسب منها لينا بلازما فلو؟ طب ما هو لو انا معايا لينا بلازما فلو اقدر احسب لينا بلاد فلو. هو ايه الفرق بين لينا بلازما فلو ولينا بلاد فلو؟ معلش انت نسيت اصلك ان الدم مش بلازما بس، البلازما دم وخلايا صح؟ ف هتلاقيني دي حاجه كده اسمها هيماتوكريت. فاكرين هيماتوكريت؟ هيماتوكريت ده اللي هو الكول الحمراء بالذات ليه اهم حاجه يعني. فيقول لك مثلا ايه؟ العيان بتاعنا الهيماتوكريت 55%، يبقى دي الخلايا، يبقى البلازما كام؟ معلش نمشيها عمام الاحسن. 75%، يبقى البلازما كام؟ البلازما كام؟ 55%. دي البلازما. يعني البلازما بالنسبة للدم تساوي 55/100 صح؟ مش هي كده؟ طب انت معاك البلازما تقدر تحسب الرينا بلاد فلو؟ تقدر؟ اه. هتعمل ايه؟ بس كده هتقوم جايب البلاد، تقول البلاد يساوي الرينا البلازما فلو اللي انت طلعته في 100 على 55. هتزرع حاجه؟ ايه؟ دي رينال بلازما فلو صح؟ نفس اللي دي رينال بلازما. ما هو انت اول حاجه هو مش هيديك اي حاجه من الكلام ده، هو هيديك مين؟ دول، ويقول لك عيشي بقى تمام؟ فاول حاجه تقدر تطلعيها ايه؟ الافكتيف رينال بلازما فلو. وبعدين يوم يديك الاكستراكشن ريشيو. خد بالك يا عبد الله احنا في الكتاب وفي الورق هتلاقينا يعمل لك ايه؟ هنقول لك كده في الاكستراكشن ريشيو هتتلخبط، هي جايه منين؟ بالراحه. اقول الافكت لينا بلازما فلو اعملها كده في الامتحان على لينا بلازما فلو يساوي 9/10. اه انا معايا ده اقدر كده تمام؟ طيب بقى معايا ده. طب دي البلازما على الدم، بس لازم الاول تحسب مظبوط ان لو الهيماتوكريت فاليو 45 يبقى البلازما كام؟ 55%. تمام؟ انا بحتاج الهيماتوكريت فاليو طب عشان تحسبي مين؟ الرينال بلاد فلو. عشان تحسبي مين؟ الرينال بلاد فلو. بس انا بس السؤال بس انا اللي بيطلع معي بالاخير هي البلازما نفسها مش الهيماتوكريت. لا اللي هيطلع معاكي هنا ايوه هنا ده مين؟ البلازما. بلازما هو هيديكي الهيماتوكريت. ايوه فانت تعرفي من الهيماتوكريت البلازما دي كام في المية من الدم؟ وبناء عليه تحسبي حجم الدم. يعني مش ثابت. لا طبعا هو الثوابت دي الارقام الطبيعيه، يعني ده رقم طبيعي وده رقم طبيعي، بس يمكن احنا بنتكلم على عيان عنده بولي سايتيميا. اوكي. فاهمين؟ وهنروح بعيد ليه؟ طلع ورا بعيد. دكتور حضرتك قلت ان ال 45% دي السلس صح؟ اها والباقي ده الميه البلازما. ايه ده؟ طلعها كويس الحمد لله. بص يا مصطفى هنصور بعدين، طلع دلوقتي وقتك البيضه الجميله وانطلق كده.
كل ده دم داخل الكدني عادي ممكن بيجي. ايوه هو انت مش عارف ازاي انا حاسبه ملايين يعني ده بقى انت ساحل او لا لا انا ما اعرفش لسه ما اعرفش وصلت طيب خلصت دكتور هو رينال بلازما فلو ميلي بيرمننت ممكن يكون على فكره في رقم كده بتاع ده بالظبط من ايه ده ايه يا انجي بس رينا بلازما فلو ملي بير مينت صح رينا بقى كله ملي بير مينت ايه اما بس احنا مش عايزين في حدود يعني انت معاك لا حسب المفروض ولا ايه بتصعب على الاصابع ده الدم اللي داخل كده انا كده حسب انا الواقع يا جماعه انا راجل بخبط ارقام مش دعوه علاقه بتاع كام يعني وانا ما طلعت 10 من ده كان طبيعي ما كده مش طبيعي برضه ده اكيد فينا الفيلم بس انا ماليش دعوه انا بقى اديك ارقام اشتغل مظبوط ماليش دعوه طالع كام 3270 ماشي كويس ربنا يستر واطلع وارفع حسابها صح وش الخطوات خير ان شاء الله يا زينب باذن الله حسبتي هذا ثم وبعدين اللي انت حسبتيه هذا ايه هو عايزه بقى تجيب الزينه البلازما فلو نفسه بالظبط كده تمام بقى معاكي مين زينه البلازما فلو طيب زينه البلازما فلو ده البلازما طب انا عايز احسب البلد بما ان الهيماتوكريت يعني الخلايا 75% يعني الخلايا 75% من الدم يبقى البلازما كام في المية من الدم 55% من الدم يبقى البلازما بالنسبه للدم 55 على 100 صح انت معاك البلازما تقوم عامله ايه ضربه البلازما 100 على 55 ايه 3270 زي ما قالوا بالظبط اكيد في حاجه غلط طيب تعالوا نشوف بقى عندنا رقمين ما شاء الله لازم طلع 3272 ولازم طلع 4000 يعني انا طلعت ايه انت مع الفريق ده فريق بنات وانتوا مع عبد الله ماشي انت حاولت اوكي على اول حاجه بالراحه خالص اهوت الراجل بيقول لي فوليوم اوف جلد 120 مللي كل 60 دقيقه يعني بيجيب 2 مللي في الدقيقه تمام طبعا يعني خلاص دي اساسيات لازم اول حاجه تقول ده يساوي 2 مللي بالمان تمام ده تركيز البارامينو هيبريك اسيد في اليورين ده البلازما كونسنتريشن اوف بارامينو هيبريك اسيد اذا الافكت فينا بلازما فلو يساوي في في اليو على بي يبقى يساوي 2 في 10 على 1 من 100 يبقى 20 الرقم ده هيطلع 2000 تمام كده اول خطوه صح الحمد لله طيب هننظر دي في 9 من 10 تمام اللي هو الاكستراكشن ريشيو بتاعها خلاص انت فاهم هي جايه منين ان ده على ده 9 على 10 يبقى انا خلاص هضرب 9 من 10 ضربت ال 2000 في 9 من 10 اعتقد هيطلع 1800 لا 2 2 2 2.22 ازاي يا طرابيش لو عملتها اللي تحت غير لو عملتها اللي فوق ايه لو عملتها اللي فوق دي هي المفروض 20000 على 9 هتطلع 2 2 2.22 2000 احنا عملنا 2000 في 10 على 9 لا لا يا كيس الجواف ضرب ضرب يا جماعه ثواني بس انتوا معاكم مين ده اللي معانا تمام في 10 على 9 على 10 عايزين نجيب 10 على 9 وكان في 10 على 9 في 10 على 9 لا
صح اوكي يعني مش في 9 على 10 10 دي هنا 9 على 10 فوق 10 على 9 يعني اللي هو يطلع الرقم دوت 1800 وبعدين بعد كده هتقوم قايل ان ال 1800 ديت في 100 على 55 تمام؟ طب حتى لو ضربنا نفس الشيء لا ازاي بقى؟ لا احنا عكسنا الرقم انت هتضربي دوت في 9 من 10 الرقم برضه ما هيزيد الرقم لازم يقل انك تضربي في رقم اقل من واحد هتقسمي على الاكستراكشن ريشو صح؟ زي ما احنا بنقول يبقى هتتظبط 10 على 9 طيب ما انا بنقول للاسف هو فريق 4000 دوت هو اللي هيطلع صح تظبط في ال 10 على 9 هيطلع رقم 222 بتاعتكم دي وبعدين بعد كده بقى تظبط تاني في 55 على تطلع 4040 فريق غلط فريق غلط بنقسم على الاكستراكشن ريشو مش بنظبط تمام هي الصح طبعا ان هو المنطق ده المنطق تمام يعني اسوأ حاجه تعملها ان انت تقول ايه لا احنا بنضرب الاكستراكشن ريشيو زي ما انا عملت ده مش منطق الافكتيف لينا البلازما فلو على اللينا البلازما فلو يساوي كام 9 من 10 يبقى حضرتك هتعمل ايه هتقوم ضارب الرقم اللي طالع لك في 10 على 9 اللي هي كانك بتقسم على 9 من 10 تمام زي هنا لينا البلازما فلو على البلاد 55 على 100 يبقى حضرتك هتضرب البلازما في 100 على 55 تمام يبقى في الحالتين انت بتقسم على الرقم مش بتضرب طلعتيني يا زين حسب ما انا عارف ماشي سؤال تمام طيب خلصنا ده اول موضوع ده متقيل انا عارف وشويه مسائل رياضيه تخبطك سنه بس في الاخر الدنيا تكون ظريفه بس خلوني بقى اقول لكم نفكر في موضوع سهل بقى يعني ليه علاقه بالقصه دي بس سهل هو عبد الله لو انا قلت لك ان لينا البلازما فلو 650 تعالى بقى بنمسح المسائل دي عشان اسالكم على حاجه ثانيه خالص يبقى دلوقتي اقدر استخدم الانيولين في حساب الجي فال واقدر استخدم البولا امينو هيدروليك اسيد في حساب الرينا بلازما فلو ولو معايا الاثنين اقدر احسب حاجه اسمها فلتريشن فلكشن هو ايه الفلتريشن فلكشن ده زين قلنا قبل كده ايه الفلتريشن فلكشن هو الجلوميرال فلتريشن ريت على رينا بلازما فلو بالظبط كده هو النسبه ده على ده تمام يعني لو انا قلت لك مثلا انا الجي فال بتاعي 125 وحضرتك لينا بلازما فلو بتاعي مثلا اللي هو الافكتيف 650 او 700 اللي هو لينا بلازما فلو الحقيقي يبقى انا الفلتريشن فراكشن بتاعي كام؟ هتقسم الرقم ده على كام؟ المفروض يطلع 20% تقريبا من البلازما هو اللي بيروح. طيب جي فال 125 لينا بلازما فلو لو حضرتك بتتكلم عن الافكتيف يعني 650 دلوقتي عمار لو انا قلت لك الانيولين كليرانس كام
يعني لو احنا بنحسب اليورين كليرانس بيطلع كام؟ 125. 125 اشمعنى؟ كله فلتر، يعني كل اليورين بيبقى فلتر صح؟ البالارين هيبريك اسيد بيبقى كام؟ 650. اشمعنى؟ علشان جزء فلتر، بس الجزء اللي نوت فلتر كومبليتلي سيكريت. طيب لو انا جبت لكم ماده ما اعرفهاش وطلع البلازما كليرانس بتاعها 125، يبقى الماده دي زي مين؟ يبقى اخبارها ايه؟ طب لو جبت لكم ماده انا ما اعرفهاش وقلت لكم ان البلازما كليرانس بتاعها 650، احنا ما اعرفهاش، يبقى الماده دي بيحصل لها ايه؟ كومبليت سيكريشن، زيها زي مين؟ زي البولا امام الميوك اسيدز. طب لو جبت لكم ماده انا ما اعرفهاش وطلع الرقم بتاعها ما بين ال 125 وال 650، بارشلي سيكريتد. حد فاهم حاجه؟ يبقى لو انت 125 يبقى انت زي الانيورين فريلي فلتد، لو انت 650 يبقى انت زي البول امينو هيبريك اسيد كومبليتلي سيكريتد. طب لو انت بين الاثنين يبقى انت بارشلي سيكريتد. طب لو انت اقل من 125 يبقى ما فيش حاجه اسمها بارشلي فلتد ديت، يبقى بارشلي ريابسوربت. يبقى انت بعد ما بتقع بنرجع منك شويه، مش كل اللي وقع سيبناه في البول. طب ولو انت صفر يعني ما فيش بلازما اتنضفت، يبقى ايه اللي حصل؟ كله ريابسورب. الماده اللي بتيجي هنا ما بتنزلش في البول خالص، يبقى حتى لو حصلها فلتريشن هي بيحصلها في الاخر ريابسورب. طب اسال العيال اذكياء ايه؟ غالبا انت صح، بس احنا بنمشيها كومبليت ريابسورب. طب لو لقيت اكبر من 650 اكبر من 650 بني ادم طبيعي حسبت له بلازما كليرانس طلع اكتر من 650. مشكله في وانا حقنا بحاجه، مش انا حقنا بحاجه، ما حقنا بحاجه، ما في الاخر هيخش في البلازما ايا كان. ما في هيدريشن يعني الماده ديت مش بس كومبليتلي سيكريتد، دي كمان سينثيسايزد. ايوه انت فاهم يعني ايه؟ يعني البلازما بتيجي في الدم، كل اللي جه في الدم هيقع سواء ده او ده، وهصنع وارمي فوقيهم. هو في ماده كده؟ الامونيا. حد فاكر الامونيا اللي احنا عملنا بيها بافرنج للهيدروجين؟ اذا الامونيا لو حضرتك حسبت البلازما كليرانس بتاعها تقدر تلاقيه اكثر من 650، لانها نوت اونلي كومبليتلي سيكريتد بات اولسو سينثيسايزد بارشلي. الناس فاهمه اللي انا بقوله؟ يبقى لو حضرتك معاك ماده الانيولين او البول امينو هيبريك اسيد تقدر تحسب انت حاجات. طب لو معاك رقم بتاع ماده تقدر تعرف ايه اللي بيحصل لها جوه الكدني بتاعتك. انت فاهم حاجه؟ خلص البلازما كليرانس على كده. عارف ان حته المساله دمها تقيل، بس على فكره دكتور عرفت قايله انها مسائل. قايله كده، قايله البلازما كليرانس دي مسائل. صراحه طبعا الدكتور عرفت يقول لك مسائل، يبقى هتيجي مسائل، ومسائل الدكتور عرفت مش هتيجي استنباط واضح غالبا. تمام؟ يعني احتمال مره تلاقي حاجه سهله في الظريف، واحتمال مره تلاقي مساله للاخر زي ما اتعملت، ما جاتش قبل كده على فكره، بس انا ما استبعدهاش على الدكتور عرفت. ولو انت يعني واد ذكي الله مش صعب. تمام؟ انت بس فاهم الدنيا بدات ازاي فخلاص هتمشي كده. اختار انا عندي سؤاله، 650 زي ايه؟ انا اتلخبطت. 650 ده ايه بقى؟ احنا مش قلنا ان الفلتريشن فراكشن بيبقى 125 على 625. ايه 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 معلش انا نسيت ال 650 دي، انا مش فاكره. 650 ده الرينال بلازما فلو، اللي هي البلازما اللي وصلت هنا دي. مش قلنا ان دي 125؟ لا ال 125 ده الوقع. طيب على الرينال استني بس، على ايه؟ مفيش على ولا بتاع. هو في شويه وقع وشويه ما وقعوش. مش احنا اتفقنا على كده؟ الاثنين مع بعض قد ايه؟ 650. مش 625؟ مين ال 625 ده؟ احنا مش بنحسب الفلتريشن فراكشن، مش بنحسب. يا البلازما اللي جت كتير. اولا هم 700. ركز بقى عشان نخلص اخر الفيلم. ادينا البلازما فلو اصلا كام؟ 700. بس في 50 ما جوش هنا اصلا. تمام؟ فاللي وصل هنا 650. عشان كده دول اسمهم ايه؟ افكتيف رينال بلازما فلو. لما وصلنا هنا وقع شويه اسمهم ايه دول يا نورا؟ جلوميري فلتريشن ريت. ودول كام؟
125 مللي، الباقي ما وقعش اصلا. اللي هم كام؟ اللي هم لو حضرتك حسبتها يطلعوا 525. دول ما وقعوش، دول مشوا مع الخلايا والبلازما بروتينز، تمام؟ يبقى كلهم مع بعض كام؟ 650. الفلتريشن فراكشن هو ايه؟ هو نسبه ده على ده. تمام؟ بس دول هيحصل لهم سكريشن بعد كده صح؟ دول هيحصل لهم سكريشن اللي لو ماده زي البارا امينو هيدرويك اسيد هيحصل لها كومبليت سكريشن. لكن في مواد مش هتعمل لها كومبليت سكريشن. يعني في مواد دي ان جي ما بتقعش وبتمشي كده ومش هتقع، هتكمل على الدم تاني زي الهرمونز. تمام؟ يعني لو حضرتك واد ذكي تربط، فاكر زمان في البلد مديون 106 اللي انت ما فتحتوش اساسا، ده كان في حاجه اسمها بلازما بروتينز بربط فيها المعادن والهرمونز. ليه؟ انا كنت بقول لك عشان الوصفه، ما هي الوصفه قدامك اهي، شايف ده؟ ادي الخرومه اهي، فانا مش عايزك تقع، فعشان انت ما تقعش ومتربطك مع البلازما بروتين يبقى انت ما وقعتش. امال مشيت ازاي؟ مشيت كده. طب مشيت كده هيحصل لك سكريشن؟ لا، انت مش بره امينو هيدرويك اسيد، الجسم مش عايز يخلص منك، فانت مشيت كده يبقى انت هربت. شايف انت هربت على فين؟ على فين؟ يبقى رجعت الدم تاني. فاهمين؟ مهم انك تبقى فاهم على فكره بره الامتحان حتى، مهم انك تبقى فاهم الدنيا بتمشي ازاي جوه كده. نعم. يعني الحاجات مثلا اللي ممكن يحصل لها ري ابزوربشن زي الجلوكوز والامينو اسيدز هيبقى البلازما كليرنس بتاعها اقل من الجي 4. على فكره الجلوكوز المفروض ان الكليرنس بتاعه صفر. ليه؟ لانه المفروض كومبليتلي ابسورد. تمام؟ فلو حضرتك حسبتي الاماونت هنا تلاقي ايه؟ صفر. مفيش جلوكوز هنا. يبقى البلازما كليرنس بتاعه كام؟ زيرو. ليه؟ لان كل اللي في البلازما رجع مع البلازما. اذا لا يوجد بلازما اتنضفت. الامينو اسيدز المفروض تبقى صفر. تمام؟ دكتور، هو البارا امينو كله سكريتد ولا جزء وجزء؟ البارا امينو هيدرويك اسيد كومبليتلي سكريتد. وعشان كده ده اللي انا عرفت استخدمه في الافكتيف فينال بلازما فلو. لو كان بارشلي سكريتد وانا استخدمته يبقى انا مش هبقى عارف في الاخر البلازما كانت قد ايه. تمام؟ على فكره والله مش قصدي حاجه، بس فعلا انا بعتبر ده اصعب حته في الكيمياء، بلازما كليرنس. تمام؟ يعني انت لو بتدرجهم من حيث الصعوبه بلازما كليرنس دي اصعب حاجه، بعدها الووتر. الباقي كله كمان فارغ. يعني الباقي كله عبط، جي في ارض عبط، الصوديوم في تفاصيل طبعا وفي ديتيلز في النص وانا عارف. تمام؟ بس اوفر اول سهل. تمام؟ الووتر والكاونتر كارنت ده اللي صعب، والحته بتاعت البلازما كليرنس غير كده كيمياء. تمام؟ فما تزعلش من نفسك يعني لو انت مش مركز او مو. تعالى بقى ما احكي لك على الاسم دلوقتي. شيل بقى ده. هو مش مالك يا دكتور؟ لا، الاسم ديز بالانس. الاسم ديز بالانس تفاصيل بتاعته مش مرجيه ولكن الديستربنسز عليك. وطبعا يعني مع كامل احترامي لازم هنفهم كلمتين عن المينتنس بتاع الاسم ديز بالانس. لازم. الشرح اللي في الاول ما بكي. بس الديستربنس عليك. ده من المواضيع السهلة جدا جدا، بس لو سمحت ركز فيه عشان تفهموا انه من المواضيع المهمه جدا في الطب. اولا يعني ايه اسيد بيز بالانس؟ اسيد بيز بالانس دوت قليل. لو حضرتك رجعت برضه بالذاكره لموضوع 106 اللي انت ما فهمتوش ده، فكنا بنتكلم هناك على حقيقه ثابته بتقول ان البي اتش بتاعت البني ادم كام؟ 7.4. انت فاكر الرقم ده؟ رقم ده ما فيهوش لعب. في حاجات اولا يعني زي ما انت عارف كده ان كل شيء خلقناه بقدر، كل حاجه مخلوقه مظبوطه ليها رينج تلعب فيه. بس في حاجات الرينج بتاعها ضيق قوي. يعني ايه الرينج بتاعها ضيق قوي يا دكتور انجي؟ يعني مسموح باللعب فيها within very narrow range. يعني 7.4 دي تبقى 7.35%، يعني تقل 5%، او 7.45%. طب اكتر من كده تصاب بمرض. طب اكتر من كده كمان تموت. ليه؟ الاول هو ايه البي اتش؟ بس طبعا بتكلم حيتان باي ما قلتوش الكلام ده، بس ده يعني ايه بي اتش؟ ايه؟
باول وهيدروجين كمية البروتون. يعني بص انا بحب اقول عليها انعكاس تركيز الهيدروجين. ليه؟ لان كلمة لو قلت كمية البروتون فهيبقى في دماغك ان كل ما البي اتش تعلى الهيدروجين زاد. لا هي العكس. فماشيه في دماغك ايه؟ هو انعكاس تركيز الهيدروجين. تمام؟ يعني من الاخر كده عدد جزيئات الهيدروجين في الدم. طب وليه الموضوع ده خطير يا ليالي؟ لان عدد تركيز الهيدروجين في الدم اللي هو الحمضية او القاعدية انزيمات حضرتك مخلوقة انها تشتغل على 7.4 بس. طب 7.5 اشتغلتش كويس. طب 7.3 ما اشتغلتش كويس. طب 6.8 ما اشتغلتش خالص. فتموت. طب 8 ما اشتغلتش خالص برضه. فتموت برضه. تمام؟ يبقى تركيز الهيدروجين سامع؟ تركيز الهيدروجين لازم يفضل مظبوط. اللي هو البي اتش 7.4. طيب هنعمل ايه بقى؟ ده عندي مصيبه سودا يا زين. معلش انا احكي لك الحواديت ديت عشان تفهم اللي جاي علينا يعني. نعمل ايه عشان البي اتش تفضل ثابته؟ فمنى قالت لي يا عم مفيش مشاكل يعني. قلت لها لا ده الميتابوليزم طول الوقت بيطلع هيدروجين. نعم يا اختي؟ نعم هو صح بس قالت لي فالميتابوليزم طول الوقت بيطلع هيدروجين. وبيني وبينك يا عبد الله انا ساعات بشرب عصير ليمون بيقولوا عليه حامضي. مش عايز اقول لك يا محمد على كميه اليوسفندي اللي باكلها، انا باكل كل يوم 2 كيلو يوسفندي. مش عايز اقول لك على الحمضيه الهيدروجين اللي بيخش الجسم. على فكره سهيله بتحب الخوخ. الخوخ ده قاعدي. يعني هياخد من الهيدروجين اللي عندي. ايه ده؟ انت طول الوقت في جسمك في حاجات يا تزود هيدروجين يا تاخد الهيدروجين، والاثنين ما ينفعوش يا رامي. لا ينفع يزيد ولا ينفع يقل. نعمل ايه بقى؟ فربنا سبحانه وتعالى خلق لك ثلاث حاجات. والبدايه دكتورة نورة بالبافلز. يا زمان في سنه اولى في موديول البافلز اللي كانوا ذكرتوش كانت البلازما بروتينز والهيموجلوبين الاثنين عندهم وظيفه خطيره اسمها بافلز. وانت ما كنتش بتهتم بالموضوع دوت عمال، بس خليني اقول لك انها مرعبه. ليه؟ لان هذه البافلز عندها القدره على التعامل السريع. ايه ده؟ هيدروجين زيادة؟ امسكوه. ايه ده؟ قواعد زيادة؟ امسكوها. بس لو انت خدت بالك احنا مسكناها وقعدنا بيها. اذا هي لسه جوه جسمك. عايزين نخلص منها. ففي سنة تالتة هتبدأ تتعرف على الريسبيراتوري سيستم. بس احنا عندنا تفاعل انا بحب اسميه دايما التفاعل الخالد. حفظناه بقى. ايه بقى التفاعل الخالد ده؟ تحط حضرتك الهيدروجين مع البيكربونات يدولك H2CO3 يتفك الى ميه وكربون دايوكسيد. الله الميه دي مفيش منها مشكله والكربون دايوكسيد خلصت. حلوه الحكايه دي. كف الريسبيراتوري سيستم. والله سؤال ده كف بس مش كف قوي بصراحه. هو قوي الصراحه او شكله احسن حاجه في الدنيا. مين احسن حاجه في الدنيا؟ زي ما نقول ايه؟ عشان كده لو حضرتك فاكر فايام زمان 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 قبل الاجازه كده باسبوع كنت حكيت لك على موضوع اسمه هيدروجين سكريشن، وتعرفنا على ان النفرون عمال يرمي الهيدروجين في كل الانبوبه ما عدا الاسندنج جرام. اصل ده ملوش دعوه بالسوليوم اصلا. صح؟ هل فهمت الكلام ده؟ يعني كنا بنرمي الهيدروجين مره سكندري اكتف ترانسبورت ومره برايمري اكتف ترانسبورت. المهم ان شاء الله لما تقعد تذاكر، وبالمناسبه السعيد ديت انا همتحن جوه السبت عشان منظر المرعب اللي انا شايفه. تمام؟ همتحن كيمي مع اول حصه لينا بعد في الاسبوع القادم يعني. تمام؟ وهجيب مين اللي كانوا حاضرين ومين ما كانوش حاضرين. يعني هو محمد مثلا مش هاخده بذنبكم. تمام؟ انما اكياس الجوافه اللي قاعده معايا مش عارف الهيدروجين بيترمي فين. المهم طيب انت فهمت دلوقتي يا عبد الله يعني الموضوع عامل ازاي؟ بس عشان تبقى في معايا، عشان انا دلوقتي مش عارف العيانين مشكلتهم ايه لسه. بس ابشرك الطب قايم على فكره ايه هو الطبيعي عشان تفهم المرض لما يحصل خلل في الطبيعي تبقى ايه المشكله. صح؟ فايه الطبيعي؟ طبيعي ان البي اتش بتاعتك مظبوطه على كام؟
7 4 من 10 ازاي؟ ثلاث حاجات. بص انا عندي هايبرد، بص اوعى تفكر ان انا مش هطلع هايبرد، ده ما ينفعش. او تفكر ان انا مش داخل قواعد، ما ينفعش. تمام؟ طول الوقت الحاجات دي شغاله. امال انا بحافظ عليها ازاي؟ ثلاث خطوات، واحد بافرز، اثنين سوايب سيستم، ثلاثه وخليك فاكر دايما البافرز سريع جدا بس قدراته محدوده. ليه قدراته محدوده يا قال؟ لانه بيمسك ويقعد معايا ما حدش جوه برضه. فالحل بقى ان دايما التصحيح معتمد على السبايراتوري سيستم يا على الكيبورد. حد فاهم حاجه؟ فدول اول معلومه. المعلومه الثانيه اللي انا عايزك تاخد بالك منها كويس، مش بحب ساعات كده اعمل حاجات مش هي لازمه صراحه بقى. هل تاخد باله من الوان الدوائر؟ ازرق واحمر فظيعه مره. هل تاخد باله ان الدايره الزرقاء حوالين الهيدروجين وحوالين الكربون ديكسيد؟ انا عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ان الهيدروجين والكربون ديكسيد وجهان لعمله واحده. يعني ايه وجهان لعمله واحده؟ يعني الهيدروجين يتقلب كربون ديكسيد والكربون ديكسيد ممكن يتقلب. صح؟ يعني لو الكربون ديكسيد زاد الهيدروجين هتخش في اسيدوز. صح؟ طب حد واخد باله من الدايره دي لونها ايه؟ احمر. ليه؟ اصل ده بيعادل الهيدروجين، اي ان البيكربونيت بيعمل بافرنج للهيدروجين، اي انه كلما زاد البيكربونيت كان معنى ذلك ان الهيدروجين هيقل. يبقى زياده البيكربونيت اكتر من اللازم تؤدي الى قاعدية، بينما نقص البيكربونيت يؤدي إلى. حد فاهم حاجة؟ بص تاني على ألوان الدوائر وانبسط كده واستقر. الهيدروجين والكربون ديكسيد زي بعض، وجهان لعملة واحدة. هيدروجين والبيكربونيت عكس بعض، إن البيكربونيت بيعادل الهيدروجين إذا بيعكس تأثيره. نعم. طب البيكربونيت هيطلع كربون ديكسيد. بص البيكربونيت دور إنه يمسك الهيدروجين. تمام؟ فيخلي وكأن الهيدروجين نفسه مش موجود. يبقى مين اللي عادل لك الهيدروجين؟ البيكربونيت. ما تبصليش كده. تمام؟ يعني ده بيجي من ده. بس في وجود ده. طب لو البيكربونيت هو اللي موجود هل بيتحول لده؟ لا. فاهمني؟ يعني الأصل إن المسار الطبيعي عامل كده. واخد بالك؟ بس بتجيب ده يتفاعل مع ده. إنما البيكربونيت نفسه عمره ما بيوصل لمرحلة ان هو شخصيا يعمل التفاعل. فاهم؟ مش هيلاقي هيدروجين يكفي. نعم. وانا عندي بيكربونات كتير ومسك هيدروجين كتير. اها. بس مجرد اطلع كربون دايكسيد عادي تاني هيدروجين. بص يا سهيلة، عمر المشكلة ما هتبقى في الكربون دايكسيد نفسه. لان الكربون دايكسيد نفسه مش حامضي. هي المشكلة ان الكربون دايكسيد يزيد فيتعكس التفاعل. فاهمة؟ يعني لو دول الزيادة فغالبا الاسبيراتوري سيستم سليم، فهطلع ميه كربون دايكسيد او عامل ايه؟ واخلص منه. انما لو ده بقى هو الزيادة يبقى التفاعل هيمشي كده، هيطلع لك الهيدروجين. المشكلة مش في الكربون دايكسيد. تمام؟ هو وجه اخر للهيدروجين قبل التحول ليه، ولكن لو انا ماشي كده يبقى اكيد انا عندي القدرة اني اخلص من ده. المشكلة بقى لو انا مش عارف اخلص من ده فيمشي كده. دكتور يا حبيبي، كده الهايبرفنتيليشن تبقى خليت على معلش. دلوقتي الـ CO2، احنا قلنا الـ CO2 والبروتون الاثنين بيزيدوا مع بعض ولا الاثنين بيسببوا اسيديتي؟ تاني؟ يعني احنا قلنا الـ CO2 بيزيد مع البروتون؟ انا ما قلتش كده. مش حضرتك قلت انا ما قلتش كده. يا جماعه تاني. انا قلت ان التفاعل الخالي ده موجود. بس هيمشي ازاي انا ما اعرفش. جايز استخدمه للتخلص من الهيدروجين. يبقى انا كده بعالج الحامضيه. وجايز اعكسه فيتسبب في الحامضيه. التفاعل ده رايح جاي. اوكي بس حضرتك قلت هما وجهين لعمله واحده. صحيح. يعني ايه دي؟ يعني انا ممكن احول الهيدروجين لكربون ديكسيد ابقى خلصت من الهيدروجين. طب لو كربون ديكسيد زاد هيتحول هو الهيدروجين يبقى زود الهيدروجين. طيب ليه كمان حضرتك قلت لما تفاعلوا مع دوت يطلع كربون دايكسيد؟ بس السؤال هتعرفي تخلصي من كربون دايكسيد ولا
طب ايه المشاكل؟ قال لك اول نوع من المشاكل طبعا عندنا اسيدوزس والكالوزس، بس كل واحد فيهم زي ما قالوا لك في البايو هنقسمه الى السبايرات دي وميتابول. خدتوا الكلام ده في البايو؟ لا بجد والله. طب ما انتوا قعدتوا تعملوا ايه في سنه اولى في البايو؟ يعني طبعا ضرب من السذاجة. نعم. احنا في اليوم الكبني. انا قلت خلص خلاص انا خلص. واللي فاضل كله سهل. بس فكري معايا يعني. اخبار البي اتش اللي هي المفروض تبقى 7.4. انا جاي اتهزر يعني. في الاسيدوزس قلت. في الالكالوزس. بس العيانين دول اللي عندهم سبايلاتوري اسيدوزس او الكالوزس واضح ان احنا قلنا انها السبايلاتوري لان المشكله في الجهاز التنفسي، يعني المشكله في الكربون ديوكسيد. يعني هنا الكربون ديوكسيد زاد، هنا الكربون ديوكسيد قل. ركز احفظها زي ما انا بقول لك. يعني دكتوره عيانين الريسبيراتوري اسيدوزس مشكلتهم يا انجي ان ثاني اكسيد الكربون عندهم بقى عالي مش عارفين يتنفسوا، فثاني اكسيد الكربون العالي تحول الى هيدروجين بقى عندهم حامضيه. زي ايه بقى؟ اي مشكله تنفسيه طبعا. واحد لانج ديزيز. اتنين ريسبيراتوري مسل باراليسيس. ثلاثة respiratory central depression. ايه عم اللي انت بتقوله ده؟ معلش هتفهم في سنة داخل. هفهم ايه؟ هفهم ان عملية التنفس ليها مركز فوق بيشغل عضلات التنفس فالرئة بتاعتك تشتغل. يبقى لو السنتر مش شغال مش هتتنفس. عضلات التنفس مشلولة مش هتتنفس. الرئة بتاعتك فيها مشكلة مش هتتنفس. طالما ما تنفستش يبقى ثاني اكسيد الكربون اخباره ايه؟ يزيد. يوم العيان يخش في ايه؟ حامضية. الكالوزس اسفعيني. اسيدوس. يخش في ايه؟ حد فهم اللي انا بقوله؟ طب ساعتها العيان هيحاول يتخلص من الاسيدوزس ازاي؟ يعني هو بقى عنده هيدروجين ايون عالي. يتخلص منه ازاي؟ سيبك من البافر. اوعى تبقى اهبل وتقول لي بالريسبيراتوري سيستم. اذا كنت بقول لك المشكلة هنا. يبقى هو بيعمل كوريكشن بمين؟ حد فاهم حاجة؟ يبقى دايما ركز تلاقي الكوريكشن طالع. فالدكتورة أميرة مشكورة استنتجت لوحدها من اللحظات إن العيان اللي عنده هايبر فنتيليشن عمال يعمل كده ثاني أكسيد الكربون عنده يقل، وطالما ثاني اكسيد الكربون بيقل يا انجي يبقى معنى ذلك ان الهيدروجين هيبدا يوم العيان يخش في حاله من الكالوزس بس اسمها سبايراتوري. ده بيحصل في مين ده؟ قال لك يحصل في الهاي التيتيودز في المرتفعات، يحصل اثناء الحمى في في الفيفر، يحصل هيستيريكال. يعني نفسي بعض المرضى نفسيين بيخش انتاج كده اللي هو بيتوتر زي بانكس كده. الدكتور مش عارف خايفني العيان دوت داخل الكالوزس. تعرف منين داخل في الكالوزس؟ ما هو الهايبر فنتيليشن دوت هيقلل الكالوزس بسرعه فهيقلل الهيدروجين معاك. هو ليه مش بيوصل الاكوليبريم؟ ايه طالع ينزل ليه؟ ليه مش بيوصل يعني البي اتش الطبيعي؟ هو الطبيعي ان انا وانت نقدر نعمل ده، بس دول ناس عندهم مشاكل.
يعني ده واحد الرئه بتاعته بايظه هيعمل الكوليبريم مين؟ والله اللي هو لما يحاول يصلح اللي عنده لانج ديزيز يوصل لالكالوزس. ايه يعني اللي عنده لانج ديزيز وهو يحاول يصلح يوصل لالكالوزس؟ هيصلح يوصل لالكالوزس ده انت متفائل. يعني هو عمال يحمي ثاني اكسيد الكربون جوه جسمه، اقصى امل ايه انه ثاني اكسيد الكربون بيتحول لهيدروجين فعنده اسيدوزس. هو طموحه يرجع هنا. انت متخيله انه هيرجع وهيكمل يلف منين؟ ده هو مش عارف يوصل لدي اصلا. بلاش التفاعل ازاي ده؟ بس هو يرجع عمل. قال لا ايه رايكم صحيح؟ لما تطلع ان شاء الله في البطن يا محمد وتخش قسم الامراض الصدريه وتلاقي العينين قاعدين كده عمالين هتبقى عارف من غير ما تكشف عليهم ان هم عندهم اسيدوزس ولا الكالوزس؟ اسيدوزس. اسيدوزس. لا اسيدوزس هو قاعد تعود فيه عشان يصير له كلوزس. هو عنده مشاكل تنفسيه في الجسم. هو ده هايبر فنتيليشن اه. بس هل في ريسبيريشن حقيقي؟ هو ريسبيراتوري ديزيز في المقام الاول. يا دكتورة أميرة الهايبر فنتيليشن امتى يدخل في الكالوزس؟ لما تبقى اللنج سليم بتطلع ثاني اكسيد الكربون. انما عيان الرئه بتاعته بايظه هو بيحاول بس مش عارف. معايا؟ ايوه يا عمار. عيان الرئه بتاعته بايظه شكله بيتنفس اكتر بس هل هو فعلا بيتنفس؟ الرئه بايظه يبقى ثاني اكسيد الكربون بيخرج هيخش في اسيدوزس ولا الكالوزس؟ بس خلاص. حتى لو هو عمل هو بيحاول بس هو مش قادر. تمام؟ يبقى ده منظر هايبر فنتيليشن. بينما لو حضرتك طلعت فوق الجبل والرئه بتاعتك سليمه وبدات تعمل كده الرئه بتاعتك سليمه هتخش فيه فاهمين؟ طب بما انكم عاملين لي فيها شطال شايفين الاكسرسايز اما ما كتبتوش؟ اصل الاكسرسايز ممكن يعمل لك الكالوزس في اوله واسيدوزس في اخره. لاكتيك اسيد. اه في اخره هيطلع لاكتيك اسيد بس في اوله. حد فاهم حاجه؟ في اول الاكسرسايز انت بتعمل هايبر فنتيليشن فهتكون في منطقه بس بعد لما يطلع اللاكتيك اسيد هيقلبك الى حد فاهم؟ طيب تعالى بقى اما نفكر انا وانتم في الميتابوليك اسيدوزس. واضح الدكتور قال ان المشكله من الاول اعمل كوريكشن للريسبيراتوري الكالوزس ازاي؟ اوعى تبقى عبيط وتقول لي الريسبيراتوري سيستم. امال ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الكدني هتقلل الهيدروجين سكريشن وتبدا ترمي البيكربونات في الشارع عشان ما يعملش بفرنج. فاهم؟ طب تعالى بقى للميتابوليك اسيدوس. واحد وهو الاكثر شيوعا زياده الفيكسد اسيد. اثنين decreased elimination of acid. ثلاثة decreased bicarbonate. على بس ما نفكر الأول في العلوين. يعني زيادة الفيكسد أسيد يعني في أحماض غير الكربون دكسايد. الكربون دكسايد ده بيسبايرج. أحماض تانية دخلت. أنتوا لسه قايلين لي زي اللاكتيك أسيد. اللاكتيك أسيد مش بس بيطلع في الاكسرسايز. اللاكتيك أسيد بيطلع في حالات الشوك. يعني العيان لما يخش في صدمه تفهم الكلام ده في الكارديو فاسكولار سيستم بيبدا يشتغل انيروبيك يبقى عنده لاكتيك اسيد كتير يخش منك في ايه يا عبد الرازق؟ اسيدوزس ميتابوليك اسيدوز. الاسبرين ماده حامضيه العيان اللي بياخد اسبرين كتير ممكن يخش في ميتابوليك اسيدوز. الديابيتس ميليتس عنده حاجه اسمها ديابيتس كيتو اسيدوزس اللي هي بتعمل غيبوبه ودي مواد حامضيه عشان كده من ضمن الحاجات اللي تموت العيانين ان العيانين يخشوا في الدايابيت الكيتو اسيدوز. تموتهم ليه؟ انزيمز بتديليت ايه؟ انزيمز بتشتغل اه بس انا عايز حاجه احلى. سي ان اس ترانسبورشن هذا. سلام عليكم وانت بتفاجئيني. انت فاكر زمان في موديول السي ان اس ان بي اتش اصلا بتاثر على السينابتيك ترانسميشن وان الاسيدوزس بيقلل السينابتيك ترانسميشن عشان كده مش بس المشكله في الانزيمات ده المشكله كمان ان السي ان اس مش هيعرف يشتغل فالعيان هيبدا يخش في غيبوبه. تمام؟ عشان كده معلش ساعات بحسكم شطار فبقول اكتر يعني.
عشان كده ساعات العيانين بتوع مشاكل التنفس دول لما تخش عليهم عمل الامراض الصدريه تلاقيهم مدوخين، فتبدا تعرف ان الموضوع بيتزايد وانه داخل في ريسبيراتوري فيلير والاسيدوز زاد عشان الكربون دايوكسيد عالي وبقى في اسيدوز. الناس فاهمه اللي بقوله؟ يبقى اول مشكله في الميتابوليك اسيدوز زياده الفيكس الاسيد. طب يعني ايه نقص الاليمينيشن؟ عيان الرينال فيلير، حد فاكر ان الكدني مسؤوله انها ترمي لك الهيدروجين؟ فلو الكدني بتاعه العيان بتاعك مش شغاله يبقى الاحماض العاديه ما زادتش، بس هو ما عندوش من الاحماض العاديه. يبقى عيانين الرينال فيلير دايما عندهم اسيدوز، دايما عندهم ايه؟ اسيدوز. ها كيف زياده البروتين انتاج تعمل الاسيدوز؟ لان البروتين في حد ذاته الميتابوليزم بتاعه بيدي احماض اكتر. كله متضاد للميتابوليزم. امينو اسيد تتركب، امينو اسيد طبعا اغلبها بيدي تفاعل حمض. طب انا عايز اسال بقى الدكتور ايه امينو اسيد مش ماده قاعده؟ في لا طبعا امينو اسيدز في منها اسيدك وفي منها بيزك، بس الميتابوليزم بتاعهم اغلبه بيطلع هيدروجين. اغلب الميتابوليزم بيطلع هيدروجين اصلا. أميرة بقى بما انها سألتني في الاندوكلاين وانا داخل يعني بنت حوت اندوكلاين، فانا هسألها سؤال عليه. لينا فيلير عندهم اسيدوز بس بيجي لهم تيتاني ليه؟ لينا فيلير عندهم اسيدوز بس بيجي لهم تيتاني، من اسباب التيتاني لينا فيلير. معناه المفروض ان في الاسيدوز الكالسيوم مش عايز كالسيوم بيزيد، هو الكالسيوم المفروض يعلى حضرتك، الكالسيوم بيزيد في الاسيدوزس. والنبي ايه؟ والنبي ايه؟ ده هو التيتاني ناقص كالسيوم. دكتور عشان البوزيتيف تشارج مثلا؟ والله سؤال ده يا دكتور بعيد. عيانين الرينال فيلير، وده سؤال عليك على فكره والمفروض انك امتحنت فيه عشان بس ما حدش يفتكر ان انا بعاملك انك ذكي، ولا ذكي ولا نيله، ده بعاملك انك كيس جوافه. الرينال فيلير بيعمل اسيدوز، على الرغم من كده هو من اسباب التيتاني، والمعلومه دي عليك واتقالت. ماشي معلش، مين كان حاضر معايا موديول الاندوكراين؟ طبعا انا عارف ناس يعني يا امير بدون ما يحاولوش ما ينفعوش ايديهم. هو بيزود البي اف 4. برافو بالشاطر، انقذكم. لان عيان الرينال فيلير ما بيعرفش يخلص كمان من الفوسفيت، فبيبدا الفوسفيت يعلى، فحتى لو الكالسيوم عالي بس الفوسفيت عالي بيتخلط السوليبيليتي برودكت، بيبداوا يلصقوا في بعض ويحصل لهم بريسيبيتيشن، فكان الكالسيوم مش موجود. ياه شوف يا اخي العلم هو بيدفع البلد جاي لك معانا وانت وانت فاهم حاجه اساسا. بقاله شهر صحيح. طب بما ان بقاله شهر بقى، هو انا بس صحيح؟ بس صحيح؟ بس صحيح؟ واول حاجه علشان نحافظ على البالانس، يعني نحافظ على البي اتش كام؟ اسمع عدل، ولذلك حاجات مش عليا في الامتحان بس لازم اعرفها، بحافظ على البي اتش بتاعتي بثلاث حاجات، الاول والاسرع بس الاقل اهميه هي ثم يتدخل ثم الاهم. طيب وبعدين بدات اتكلم على ديستربنس، قسمتها نصين، نص ونص ونص، ايه كل واحد فيه ليه؟ ما افتح لهم بقى نتقابل بعد الاجازه ليه؟ كل واحد من الريسبيراتوري والميتابوليك فيه في الاسيدوزس والالكالوزس الريسبيراتوري، بيبقى تركيزنا مع الكربون دايوكسيد اللي لو زاد هيحصل ولو قل هيحصل، مع ملاحظه ان الكربون دايوكسيد والهيدروجين وجهان بعمله واحده. امتى الكربون دايوكسيد يزيد ويعمل لك الاسيدوزس؟ تقول لي واحد واحد اثنين ثلاثه ريسبيراتوري سنترال ديبريشن. امتى الكربون دايوكسيد يقل ويحصل الكالوزس؟ لما يحصل زي في حالات و هيستيريكال، وقلنا رقم ثلاثة الاكسرسايز في اوله مش في اخره. ثم عندنا اسيدوزس ميتابوليك قد يكون بسبب زياده الفيكس الاسيد، زي الدايبيتيك كيتو اسيدوزس، زي العيانين اللي بياخدوا اسبرين، زي العيانين اللي في شوك او البروتين انتيك. طب نقص الاليمينيشن اوف اسيد زي الرينال فيلير او نقص البايكربونيت؟
ما هو طبيعي ان انا لما افطر البيكربونات بتاعي يبقى ما حدش يعمل لي بفر، تمام؟ فدوت زي مين؟ قال لك دول بعض العيانين بيحصل لهم بنكرياتيك فيستولا. ايه بنكرياتيك فيستولا دي؟ القناه بتاعت البنكرياس ده واحد من اهم مصادر البيكربونات في جسمك، تفتح النظر ايه المشكله؟ مشكله البيكربونات اللي البنكرياس بيطلعه ما بقاش بيخش جسمك، فبيقع بره. بغض النظر بقى عن المشاكل واللي الجراحين هيبقوا يعملوه، بس البيكربونات بقى اقل، يبقى البفرنج باور بتاعتك بقت، يبقى الهيدروجين هيبدا فيحصل لك ميتابوليك اسيدوز. ادي واحد. اثنين، الدايريا. نفس الفكره، ما هو البيكربونات ده في الامعاء، لو العيان بتاعك عنده اسهال جامد هيبقى بيفقد البيكربونات برضه هيحصل نفس المشكله. ثلاثه، اديسون. بيني وبينك طبعا اديسون اسيدوزس، انا محافظها كده من الاندوكراين، اديسون اسيدوزس. بس اديسون مش عشان نقص البيكربونات عطل، اديسون بسبب ان احنا مش عارفين نرمي الهيدروجين. اصل اديسون يعني مفيش الدوستيرون، والالدوستيرون مسؤول عن انه يرمي الهيدروجين، فاديسون احنا كاتبينه مع ان البيكربونات مش موجود، بس الحقيقه ان اديسون بسبب ان احنا مش عارفين نرمي الهيدروجين. تمام؟ حد يقدر يقول لي سببين للالكالوزس؟ وانت ذكي كده وتصايع زي حالاتي. بما ان اديسون، بما ان كونستيبيشن في عينك، بما ان اديسون اسيدوزس يبقى كونز وكوشنج الكالوزس. مش قلنا هنا دايريه؟ لا ما هي مشكله. غلط غلط فكرت غلط. تمام؟ بس انا هفكر بطريقه ثانيه. فوميتنج. العيان اللي بيرجع يفقد حمض المعده. يبقى اللي عنده اسهال يفقد البيكربونات بتاع الامعاء. لما اللي بيرجع يفقد حمض المعده، يفقد حمض المعده يقوم يخش فيه الكالوز. معايا؟ وزي ما حضرتك المفروض قلته كونز وكوشنج. وعشان الدكتوره ما تقوليش، فساعات كتير الانجشن اوف المواد القاعديه زي الخضار والفواكه، لان زي ما قلت لكم الخوخ والبلقوق الحاجات دي تعتبر قاعديه. لكن بيني وبينكم يعني الخوخ والبلقوق عمرنا ما سمعنا ان واحد كان كيلو خوخ مثلا فدخل في الكالوزس، الجسم هيعرف يعادلها، تمام؟ انما يعني خليها ماشيه. اوكي؟ اعتقد ان القصه بتاعت الاسيدوزس والالكالوزس طبعا هتفاجئ ان انت ما سمعتوهاش. ايه؟ هو ليه كونز وكوشن؟ ليه؟ هو دي عشان الاندستيشن. يعني دي الكونستيبيشن يبقى البيكربونين زاد ولا قل؟ زي ما هو. انا بقول كونز وكوشن علشان الاندستيشن. كونز وكوشن اصبح كده الالدستيرون عالي فهيرمي هيدروجين اكتر. تمام؟ بس طبعا الناس اللي اول مره تحصل النهارده اعتقد يعني الجزء دوت ما فيهوش مشاكل، بس الجزء بتاع الفيلنس كان دمه تقيل. انما اني واي ديسكاس. ممكن خلي تفيدني مش على حسين على ثلاث، لانه صعب تكون يعني صعب انه يكون ورا بعض. فاهم علي؟ عايز تعمل كدني على ثلاث حصص؟ اه. شو رايك؟ خلاص. شكرا. قلت له مش معانا. ليه؟ هو في كيس الجوافة. هو في كيس الجوافة. كيس الجوافة بيسأل كومبنسيشن يبقى ازاي؟ أنا ما قلتوش بس يعني هو عليك طبعا. ها؟ عيان عنده ميتابوليك أسيدوز، عنده حمض كتير. هتصلحه ازاي؟ ريسبيراتوري؟ هو كدني. بس هي أميرة بغض النظر عن كيس جوافة رجعت لي المعلومه اللي عايز اقولها. ان لو العيان عنده ميتابوليك اسيدوزس هتلاقيه بيتنفس ازاي؟ اسيدوزس؟ هتفهم حاجه؟ عشان كده عيانين دي كي اي بيتنفسوا كده. والتنفس ده مشهور في الطب. اسمه كاسمول بريثنج. اسمه ايه؟ ما اعرفش هتسمع عنه ولا لا، اكيد هتسمع عنه ان شاء الله السنه الجايه. كاسمول بريثنج دوت يا عبد الله ان العيان بتاع ميتابوليك اسيدوزس بيتنفس ديب اند ظابط، وده غريب. طبيعي انت بتتنفس او ده بقى بيتنفس ازاي؟ ليه؟ هو عايز يخلص الهيدروجين فبيعمل ايه؟ ان جي بيمشي التفاعل كده. الناس فاهمه التفاعل ده؟ بالك التفاعل ده جايه. تمام؟ طيب في واحد هنا
ما يقدرش يستخدم الاسبيراتو سيستم والكدني. ده هنا فيلر هيستخدم الكدني ازاي اذا كانت المشكله في الكدني بس؟ طب ودول؟ ده يعمل كوليكشن بالرينال بالاسبيريشن ولا الكدني؟ بالاثنين. اسال لكم معلومه بقى. معلومه هي سابقه لاولها شويه بس هنعمل ايه؟ هو المودولار سيستم كده. اسبيراتو الكالوزز يعني الحمض قليل. فهو عايز يعمل كولكشن بالاسبيراتو سيستم وبالكدني. هيعمل ايه في الكدني؟ عنده الكالوزز هيحبس الهيدروجين ويرمي البيكربونات كده كده. طب الاسبيراتو سيستم هيحاول يوقف التنفس عشان يزود ثاني اكسيد الكربون، فثاني اكسيد الكربون يبدا يتحول الى هيدروجين. ما ينفعش بقى دي، ما تنفعش. ليه ما تنفعش؟ لان الاسبيراتو سيستم زي ما هتعرف في سنه ثالثه حساس جدا لثاني اكسيد الكربون. ما ينفعش تعملها دي. فلما يجي حد يقول لك تصليح، ركز بقى، تصليح الميتابوليك الكالوزس، تقول له كدني والريسبيراتوري سيستم اوف ليميتد رول. ليه اوف ليميتد رول؟ لان اول ما تحبس نفسك عشان تزود ثاني اكسيد الكربون الريسبيراتوري سيستم هيقول لك انا اسف مليش في الكلام ده، ما ينفعش ثاني اكسيد الكربون يزيد. الناس فاهمه اللي انا بقوله؟ ديسكس اسيد بيز ديستربنسز. نعم. بس مشكلة بقى زي الورق يعني. هتلاقي صفحتين بس. احنا عبد الله بس يعني حطينا الحصة دي عشان نحس من الكدني. انا بقى في بوق اللي هنعمله احنا عندنا ثلاث حصص ميل وهنرجع الكدني على ثلاث حصص برضه ان شاء الله. تمام؟ او حصتين الله اعلم. ايه؟ واحنا هناخد بقى النقاش عارف ف هشوف بس الاول اخلص بقى الميل ان شاء الله في حصص صغيره وممكن ابدا الكدني بعد ما اخلص الميل بس عايز وقت يكون الحصه مثلا ساعتين او نص او ثلاثه لان الكدني يعني هتبقى محتاجه مش حاجه لا خلاص الاسبوع خلاص كده انا بس عايز اشوفك عشان مش نعم يا زين نعم كالسيوم والبوتاسيوم واليوريوم ايه؟ اسئله كتير اه ما اميرك كانت مبدئيا